شفتي هذا اللقاء اللي نظمناه اللقاء الثالث اللي نظمناه بمدينة تامدنت الشبكة العامة للمنظمات الأخرى ديال تامدنت يعتيف الأيام التعبوية التواصلية اللي في إطار مشروع ديال إدماج التبادل اللغوي والتنوع الثقافي في الجامعة الترابية وفي البعد الجهوي. وهذا اليوم الثالث يعني في إطار اللقاء اللي عملناه مع الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والمنتخبين المحليين وكذلك الشركاء المصالح الخارجية ديال الوزارة العليا في مدينة تامدنت على أساس أنه في إطار هذا المساندات في إطار هذا المشروع ديال الخطة الوطنية خطة أعمال وطنية في الديمقراطية والديمقراطية من حقوق الإنسان اللي تخلنا فيه بشراكة مع الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان في إطار التعريف بهذه الخطة الوطنية. هذه الخطة الوطنية اللي انقسمت اللي رصدت لها الوزارة مجموعة من الإمكانيات قصد التعريف بهذه الخطة اللي غادي تشمل من سنة 2018-2021. هذه الخطة هذه اللي تقسمت إلى بعض المحاور الأساسية وعطت لها الوزارة بوعدين واحد 400 ديال التدبير وأجراء من أجل أجراتها على أرض الواقع. كذلك أن الخطة الوطنية الديمقراطية والإنسان جت مجموعة من المحاور الأساسية اللي هي الجناح البعد الثقافي والبيئي إلى غير ذلك على مستوى التراب. وتنشكركم على التفاعل وتنتمنى التوفيق معك سعد ليه.